يعني كانت عايزة ترمي عبد الحكيم برا. قالت لي اطلعي برا ومش عايزة اشوف وشك تاني، وانا خرجت ومرضتش اكلمك. عذراء ابوها لسه ميت برضه وعقلها مش في راسها. طيب يا بنت محرم، انا اسمي لبنى. طيب يا لبنى يا بنت محرم، لو حصل ده تاني انا اللي هربيك. لا انا متربيه كويس قوي. لما اتكلم ما ترديش علي. ليه؟ ماسك عليا زله ولا ايه؟ وبعدين البيت ده بيت ابويا، يعني اعمل فيه اللي انا عايزاه. وانت بقى لو قلقان وخايف عليها قوي كده ممكن تاخد لها بيت ترميها فيه. انا مش هرد عليك يا لبنى، عشان انا مقدره اللي انت فيه، وحاسه ان انت قلبك محروق على ابوكي زي ما انا كمان قلبي محروق على ابني. يعني انت مش هتتلم يا بنت محرم؟ اتلم ليه؟ هو انا مبعتره؟ طب قدامي على فوق. انت فاكر نفسك راجل البيت بصحيح ولا ايه؟ بقول لك ايه، لا انت ولا هي ليكوا حاجه عندنا، تطلعوا بره اصلا. قدامي قدامي. انت كمان ليك رؤيه يا ابن مفيد. بتستقوا عليا يا حسن؟ انت لسانك عايز قطعه. انا اللي لساني دلوقتي بقى عايز قطعه؟ انا اللي بقيت وحشه وريتال هي اللي حلوه؟ مش دي اللي كانت عايزه تموتك؟ لا عملتيه ده صح، عايزه ترمي ولادي بره. ابن مفيده ده يبقى ابن درتي، ودي اللي رمت ابنها للغجر علشان تلففك حوالين نفسك، واللي تحت دي ما تتخيرش عنها في حاجه، لو طالت تشرب من دمك كانت عملت كده. انت كذاب يا حسن. ايوه انت كذاب. انت لما قربت مني قربت مني عشان ابويا، عشان تفضل في عبايته، عشان تعرف سكك الشغل عامله ازاي، مش عشان انا مش فارقه لك اصلا. كلامك كله صح، ايوه انا عملت كده. انا ما بحبش حد يا لبنى، انا اصلا ما بعرفش احب، انا بتاع مزاجي وبس. عشان انا بتاع مزاجي ومصلحتي فانا همشي في الطريق اللي انا مشيت فيه للاخر، اللي هيركب معايا لحد اخر محطه اهلا وسهلا بيه، واللي مش عايز يركب يا اما ينزل والقطر ماشي ويندهس تحت عجله، يا اما يبعد وما يقفش قدام القطر عشان ما يفرموش. يخيبك يا صوفة، اللي رمك علينا دلوقتي؟ مفيش، هفين الشوق كده، قلت اجي اشوف القمر قبل ما ينور الكباريه. لسه واد بكاس زي ما انت. اعمل ايه بقى؟ بخاف عليك من الهوا الطاير ده، انت ثروة قومية، لازم الواحد يحطك في قلبه ويقفل عليك يده. طب قولي بقى ايه الجديد اللي عندك؟ الجديد؟ عادي الوقت البلد كلها رايح جاي فريرة، وبدري دخل السجن. انا مهدي كان حبيبي وعادل يبقى ابني، يبقى لازم نلف كده ونحطه تحت بطن علشان نقب على وش الدنيا. بص انا بعمل اللي بتقول عليه بالحرف الواحد، خدي بقى دواسه خلاص. يبقى تسمع مني بقى البقين دول. قولي، هو في احلى من البقين دول؟ اسمع بقى يا عسل، عادل مش هو اللي احنا عايزين؟ عادل مجرد معديه كوبري نعرف مين وراه، وزي ما ناديه
قفشت مهدي وعرفت تاخد كل اللي وراه، احنا كمان لازم نعمل زيها ونقب على وش الدنيا ولا ايه؟ اه تصدقوا تأمني بالله؟ لا اله الا الله، انا من ساعه ما شفتك وعارف انك الجوكر اللي هيلم الليله دي كلها. هتمتعينا بفنك امتى بقى؟ بصراحه يا صوفا انا مش قادره، بقالي ساعتين بعمل بروفه مش قادره خالص. خلينا نريح النهارده. يلا نريح. يلا بينا. ديله بقى. يلا يلا بقى. هنفضل ساكتين كده؟ محدش هيعمل حاجه؟ الخبر ايه؟ مالك؟ كريمه محبوسه يا جبريه. صح، محبوسه جديد يعني؟ ما انا عارفه كريمه لو ما طلعتش هتبقى مصيبه. ريتال ما يلمها غير امها، واللي بيعمله حسن ما يطمنش. عندك حق، مظبوط. طب ما تتحركي، تعملي اي حاجه. تعبت والله، هجلي تعب وما عرفهاش اعمل ايه. لا ده بيسمع الكلام ولا تاني انا عارفه بيعمل ايه. مروان مش نسيلي اللي قلته ولا اللي عملته، وحسن قلبه بقي صخر. يا خساره، انا اللي خليته كده، انا اللي قلت له اياك تحن ولا تلين ولا تطاطي ولا حتى تحب. انا اللي قلت له اقتل الناس ودوس على رقابهم، وسمع كلامي يا فوزي. انا السبب، انا السبب يا اختي. انا الو. ايوه يا مروان، انت فين؟ انا جايه لك. عامل ايه يا مروان؟ الحمد لله يا عمتي. اقعدي. تشربي شاي؟ اشرب. انا عارف ان انت بتشربي من غير سكر. اتفضل يا عم. هتعمل ايه يا مروان؟ في ايه؟ في اللي فيه كريمه واللي بيعمله حسن. كل حاجه هتتحل يا عمتي. هتتحل كيف وانت قاعد كده؟